تعالوا نعمل فول أخضر بالزيت بطريقة كتير سهلة وكتير زاكي. المي والسكر بيخلوا الفول الأخضر يحافظ على لونه. عندي هذا الكيس من الفول الأخضر، بتقدر تحطوا القشر بس هذا الكيس ما فيه، حصقته بالمي والسكر. هذا تقريبا 450 جرام. بعد ما غلي عندي دقيقتين تقريبا، دوي بشيله بسقطه في مية، هاي فيها تلج مي باردة، يوقف طبخ. هلا بدي افرم بصلة ناعمة، استخدم هاي الماكينة اسرع. جاية على النار، رح احط زيت زيتون بس كمية وفيرة من زيت الزيتون. نزل البصلة اللي فرمتها، رح احط شوية ثوم بهروس، أضيف الفول الأخضر بعد ما صفيته من المي. بقليه 3-4 دقايق مع المكونات. هلأ بدي أحط يدوبك شوية مي، مي سخنة أكيد، يعني نار متوسطة، ورح أغطيه وأتركه يستوي. بنضلنا نقلب فيه كمان نسهى عنه شوي هيك، تقريبا بعد مرور يعني 12 دقيقة. دوق حبة، لازم تكون مستوية. حط فلفل أسود وملح، كمان مرة تومة، كمية كبيرة من التومة، كمان زيت زيتون، بعطيها طعم بالآخر هيك وهوني. وآخر إشي رح أحط كزبرة، هاي الكزبرة لحقتها قبل ما تصفر عندي على الآخر. بس نضيف الكزبرة بنحرك وبنطفي دغري، وهيك صارت تكون معنا جاهزة. بتقدر تضيفوا عصير ليمون إذا حابين. جربوها، سهلة وسريعة ونباتية وما بدها كتير وقفة بالمطبخ. صحتين وألف عافية.